السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين فاكر يا سنة تانية أركان الإيمان اللي أخدناه النصف الأول بتاع حديث سيدنا جبريل عليه السلام؟ تعالوا نفتكره مع بعض. عندما جاء سيدنا جبريل عليه السلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب تعالوا النهاردة نتكلم عن ركن مهم من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. نفتح مع بعض صفحة 48. يعني إيه اليوم الآخر؟ اليوم الآخر ده هو يوم القيامة، هو اليوم الذي يحاسب فيه الله الناس على أعمالهم، والفائز هو إيه؟ هو اللي إيه؟ هيفوز بالجنة. طيب ربنا سبحانه وتعالى أعد الجنة لعباده المؤمنين الذين أطاعوا الله، الناس اللي أطاعت ربنا سبحانه وتعالى، والناس اللي التزمت بكل أوامره، والناس اللي كانت بتصلي وكانت بتصوم وكانت ماشية في طريق الحق، ربنا سبحانه وتعالى أعدهم إيه؟ للجنة. طب والنار؟ ربنا جعل النار للكافرين الذين لم يتبعوا ما أمرهم الله به. الناس اللي ما كانتش بتتبع ربنا سبحانه وتعالى جزاؤهم في الآخرة هو النار. طيب تعالوا في الدرس الجاي نتعرف عن الجنة أكتر، والجنة إيه ربنا سبحانه وتعالى إلا أعدها للمؤمنين في الآخرة. نفتح كلنا مع بعض صفحة 49، درس الجنة وأسباب دخولها. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه في الجنة؟ قال لنا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني إيه الكلام الحلو ده؟ ربنا سبحانه وتعالى الناس اللي كانت بتصلي وكانت بتصوم واللي كانت التزمت بكل أوامر ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أعددت لهم الجنة. إيه الجنة دي فيها إيه؟ بيقول ما لا عين رأت. مهما شفت في الدنيا كل حاجة حلوة هتشوف أحسن منها وأحلى منها في الجنة، ولا أذن سمعت، مهما سمعت في الدنيا من أصوات طيور أو أي صوت حلو أنت كان عاجبك، في الجنة إن شاء الله هتسمع صوت أحلى منه بكتير. طيب ولا خطر على قلب بشر. إحنا لما بنقعد كده ونقعد نقول إيه يا ربي أنا نفسي في حاجة، في أي حاجة مثلا، طب يا ترى دي تبقى ممكن هتبقى ليا؟ آه، في اليوم القيامة أي حاجة تتمناها على طول بتلاقيها قدامك. طيب ربنا قال لنا إيه في سورة محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم: يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب يعني إيه معنى الآية الحلوة دي؟ ربنا سبحانه وتعالى هيدخل المؤمنين والذين يعملون الصالحات الجنة. هو لازم نكون مؤمنين؟ أيوة لازم نكون مؤمنين ولازم نكون صالحين علشان ندخل الجنة. طيب منكم يا سنة أولى يا سنة تانية ليديني أمثلة للأعمال الصالحة اللي بتقربنا إلى الجنة؟ زي إيه؟ تعالوا نشوف كده للميزان ده، زي إيه الأعمال الصالحة؟ زي صلة الرحم، وعندنا بر الوالدين، وعندنا زي الصدقة، وعندنا زي الصلاة. طيب تعال مع بعض نحل نشاط طريقي إلى الجنة صفحة 50. الولد اللي قاعد ده إيه الأعمال اللي إحنا هنكتبها على السلم؟ أعمال صالحة علشان تقربنا إلى الجنة. كل ما نعمل عمل صالح يقربنا درجة وعلشان نوصل للجنة. هنحلها مع بعض ونكتبها ونفكر كويس فيها قوي، وبعد كده نكتبها مع بعض على السلم، وكده درسنا يكون خلص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.